على الجانب السياسي، حولت حرب أوكرانيا ميزان القوى السياسية شرقا تجاه بولندا، وبالإمكان ملاحظة ذلك في الزيارة التي أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بولندا للمرة الثانية، بينما لم يقم حتى الآن بأي زيارة إلى حليفتي واشنطن، باريس وبرلين. في خطاب ألقاه في وارسو يوم الثلاثاء، أشاد الرئيس بايدن ببولندا ووصفها بأنها واحدة من أعظم حلفاء الولايات المتحدة، مشيدا باحتضانها للاجئين من أوكرانيا وبدورها الرئيس في الرد الغربي الموحد على روسيا. رئيس الوزراء البولندي ماتيوش موراوشكي تفاخر بهذا الأمر، تفاخر في مقابلة قال فيها إن مركز الثقل انتقل إلى بولندا وإلى دول أخرى في وسط وشرق أوروبا. أشار موراوشكي أيضا إلى أن بولندا لن يتم الحديث عنها بعد الآن على أنها مجرد عضو شرقي جديد في الاتحاد الأوروبي وفي الناتو، وأنه سيتم الاستماع للصوت البولندي أكثر حول ما يجري في المنطقة. مع ذلك، وفي حين يعترف بعض خبراء السياسة الخارجية بأن بولندا أصبحت محورا، إلا أنهم قلقون من أنها قد لا تكون جاهزة تماما وقت الأزمات بسبب المعارك السياسية المحلية قبل الانتخابات الوطنية في الخريف. يضاف إلى هذا الخلافات مع دول الجوار البولندي ومنهم ألمانيا. في بولندا الحزب الحاكم القانون والعدالة يعود لطرح ملف التعويضات عن الحرب العالمية الثانية، وهي مسألة تعتبرها برلين مغلقة منذ فترة طويلة. وفي هذا الصدد تصر بولندا على أن ألمانيا لا تزال مدينة لها بأكثر من تريليون دولار بسبب المذابح التي تسببت فيها ألمانيا النازية. الوضع الجيوسياسي في أوروبا تحدث عنه تقرير لبيوتر بوراس مكتب وارسو التابع للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، وقال إن على القادة البولنديين الحرص على عدم المبالغة في استغلال الإعجاب في أوروبا بدور وارسو، لأنه من الممكن أن يتحول بسهولة إلى غضب، والسبب التجاذبات السياسية الداخلية في بولندا.